السلام عليكم، مع اخوكم سيد علي من الاسماعيلية مصر. ان شاء الله النهاردة هنعمل تعريف بالقناة. احنا عندنا قناة لتعليم، قناة السيد علي السيد لتعليم الخياطة. دي القناة موجودة على اليوتيوب لأي حد عايز يتعلم. ان شاء الله الحمد لله، يمكن بتاريخ النهاردة اللي هو 24/6/2017 عندنا 1.5 مليون مشاهدة، وعندنا 18,000 مشترك، وده بفضل الله، نحمد الله سبحانه وتعالى. دلوقتي القناة زي ما انتم شايفينها احنا محاولين مرتبينها لكم عشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات. ممكن حضراتكم تنزلوا تحت في قوائم تشغيل زي ما انتم شايفين كده لكل حاجة عايزينها. انا مرتبها لكم على اساس ان كل حاجة انتم محتاجينها هتلاقوها موجودة في القناة. طبعا عندنا قوائم تشغيل دي عشان اسهل لكم الامر. زي ما انتم شايفين كده عندنا قوائم تشغيل، عندنا دورة لعمل الكورساج ومكتوب عليها تعليم التفصيل والخياطة للمبتدئين، عندنا دورة لتصميم الأزياء للمبتدئين بدون رسم ودي فيها 8 مقاطع فيديو، عندنا تعليم الأكمام، الكمام بأشكالها في أكتر من شكل وطريقة التكبير وطريقة تصغيره، ودوت عندنا 10 مقاطع فيديو لأشكال كتير وفيهم منهم كم الجاكيت البدلة بطريقتين، البنطلون عندنا 10 مقاطع فيديو اللي عايز يتعلم البنطلون طول حجر البنطلون وهكذا. اما بالنسبة للسواريهات فعندنا حوالي 20 مقطع فيديو ومكتوب عليه تعليم الخياطة والتفصيل السواري، عندكم برضو تعليم دورة تعليم الباترون لسيد علي، دي مكونة دورة كاملة مكونة من 6 فيديوهات، دورة تعليم التفصيل الباترون، جاكيت البدلة الرجالي عاملين لها حوالي 5 فيديوهات بما فيهم كم جاكيت البدلة، وكمان عاملين القميص الرجالي عاملين له 3 فيديوهات بما فيهم اللياقة وبطريقة سهلة بطريقتين. أما بالنسبة للملابس الرجالي فجمعناها في 15 مقطع فيديو مع بعض، وده تعليم التفصيل والخياطة الرجالي. أما تكبير الباترون فإحنا عندنا تكبير الباترون بكل أشكال الباترونات، وده عندنا 8 مقاطع فيديو. اللي بيحتاج ويسأل عن أدوات الخياطة واللي عايز يعمل مشروع ملابس او حاجة زي كده، عندنا 10 فيديوهات معمولين في ادوات الخياطة زي ما انتم شايفين. اما اللي بيسأل على جدول المقاسات فاحنا عندنا 4 مقاطع فيديو لجدول المقاسات. طبعا ما نسيناش كل الشغل الزي الاسلامي، ملحفة، ادناء، نقاب، سدال، كل دول ب12 مقطع فيديو موجودين. وطبعا عندنا مجموعة من 4 فيديوهات للرسم على المانيكان، عندنا تعليم التفصيل بالبساطة بطريقة بسيطة جدا للي عايز يتعلمها، ودي برضو موجودة ب12 مقطع فيديو، وفي شوية موديلات سهلة عبارة عن 5 مقاطع فيديو. دي قوائم التشغيل زي ما انتم شايفينها. أما بالنسبة لمقاطع الفيديو فإحنا عندنا ما يقرب من 160 مقطع فيديو، من 160 مقطع فيديو في كل حاجات اللي انتم ممكن تفيدكم إن شاء الله. ده تعريف بسيط للقناة بتاعتنا للي عايز يتعرف عليها، وان شاء الله تكونوا مستفيدين. طبعا نسيت اقول لكم ان طريقة عمل الباترون الاوروبي موجود برضو، وزي ما انتم شايفين دلوقتي دي كلها مقاطع الفيديو اللي احنا نزلناها من اول ما بدأنا. طبعا ده فيديو بتاع مريم بنتي، ده الوحيد اللي هو مقفول فمش هشغله. اوعوا تنسوا انكم تدوسوا على زرار الاشتراك تحت الفيديو وتدوسوا لايك لو كان الفيديو مفيد بالنسبة لكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.